بسم الله الرحمن الرحيم. هل من الممكن أن يرضى عنك برج العذراء؟ هل من الممكن أن ترضي برج العذراء؟ الإجابة لا ومستحيل. برج العذراء يقوم على كلمة لكن، ويقوم على كلمة أصل وفصل، أصل وفصل، كل شوية تديله أي مشروع، تديله أي حاجة، لو تولع صوابعك العشرة شمع لن تستطيع أن ترضي برج العذراء اللئيم ابن اللئيم، ولن تستطيع أن تشبع رغبته في التعديل وفي التطوير وفي الانتقاد. لذلك أنا بقولها يا جدعان، برج العذراء مكانه مش بين البشر، مكانه في معامل الكيمياء والفيزياء، ينتج لينا أدوية، ينتج لينا مثلا موتور سيارة بكفاءة أعلى، موتور سيارة بيستهلك بنزين أقل. هو مهمته ان هو يطور في الصناعات، يطور في العلاجات، يطور في البرامج السوفت وير بتاع اي حاجة، ده مهمته. بس ان هو يفضل ينتقد المنتج، ينتقده ينتقده لحد ما يوصل لاعلى درجات الدقة واعلى درجات الكفاءة في العمل، هي دي مهمته في الحياة. بس ان هو راجل تكنولوجي، راجل يطور التكنولوجي. مثلا لولا برج العذراء، مين اللي كان هيعمل لنا الموبايلات اللي هي الجوال اللي في ايدي ده؟ مين اللي كان هيعمل لنا جوالات متطورة وكل فترة ينزل جوالات، وكل فترة ينزل كاميرات أفضل ودقة تصوير أعلى وذاكرة تخزين أعلى والكلام ده كله؟ هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. العذراء هو اللي بيعمل المنتجات العبقرية دي، لأن هو ما بيبطلش نخربة في الأشياء، ما بيبطلش، ما يعرفش يوقف إنه ينخرب في الأشياء. لذلك هو ده مكانه. بس انا شايف ان العذراء مكانه في المعامل والمختبرات والتقنية وتطوير التقنية وبس، ان هو ينتقد المنتج عشان يطوره. لكن ما تنتقدناش احنا كبشر، احنا كبشر عفويين، واحنا مش روبوتات، احنا لسنا روبوتات، واحنا لسنا مثاليين ولن ندوم. يعني الانسان لن يدوم، الانسان كده كده عليه فترة وهينتهي وهيموت. والله لو انتوا حتى بالذهب، لو جبت ذهب ودخلت جوه جسم الانسان هيموت، يعني هيموت. لكن المنتجات لا تموت، السيارات لا تموت، بتتطور، بيطلع جيل بعد جيل، تكنولوجيا بعد تكنولوجيا. الكمبيوتر لا يموت، الهواتف لا تموت، القمر الصناعي لا يموت. فده ممكن نقعد نطور فيه، وممكن نقعد نلعب فيه، وممكن ايه يعني نوصل من مستوى لمستوى، ومن جيل لجيل، ومن تكنولوجيا لتكنولوجيا، من الثري جي للفور جي للفايف جي، كده كده نقعد نتطور. وبالتالي موضوع عدم القدرة على إرضاء العذراء هو أمر مفيد لنا كبشرية، بس في التكنولوجيا، إنما في النفس البشرية وفي الجواز، وقع الواحد على آخرة الزمن يروح يقعد مع واحدة عذراء كل شوية مش عاجبها حاجة ومش راضي عنها شيء، وقع بلا قرف، بلا قرف يا رجال، بلا قرف. تروح تقعد مع واحدة عذراء سلبية ونظرتها ليك سلبية، مهما تعمل في دنيتك هي شايفة ان انت انسان ناقص وغير مكتمل. طيب ماشي، النجاح مطلوب، والبحث في العلم مطلوب، والاستمرارية في التثقف مطلوبة، بس يعني احنا بشر في الاول وفي الاخر، احنا بشر، لازم يبقى في وقت كده للمتعة، وقت للضياع، وقت للفرفشة. عند العذراء بقى المفروض انه مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها وقت للضياع ولا وقت للفرفشة ولا وقت للهجص ولا الكلام ده. العذراء عايز كل حاجة تمشي بالحسابات، بالورقة والقلم، بدقة عالية، كل يوم تتطور، كل يوم تزيد، كل يوم تتثقف كده، يعني مثالية، عايز الحاجة تعمل بكفاءة مثالية، مش عايز يكون فيه أي هدر في الطاقة، ولا فيه أي هدر في المعرفة ولا في المعلومات. فأنا بصراحة وبما يرضي الله والرسول والمسلمين بقول لكم ان ارضاء برج العذراء هو امر مستحيل. لو تنطبق السماء على الارض فان برج العذراء لن يرضى، وما تحاولش ترضيه، وانا كمحمد عمر ما بحاول ارضيهم، بالعكس بديهم على دماغهم واسفه فيهم لما يعني اخر تسفه. ليه؟ لان هم ما بيعجبهمش حاجه، ما عمره ما يعجبه شيء. ما تقول شمال تقول يمين، تطلع السماء تنزل الارض، مش هيعجبوه. انسى 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 انك تعجب شيء ومخلوق اسمه برج العذراء، ده مخلوق لعين، مهمته في الحياة ان هو يطلع العيوب من تحت تقطيع الارض علشان يطورها، هو شغلانته في الحياة، مركز الابحاث والتطوير. فلازم يكون كائن لعين، ما يسكتش ولا يهدى ولا يوقف تطوير ولا يوقف نقد ولا يوقف تعديل. لو وقف يبقى خلاص، يبقى العلم انتهى.
فهو ما ينفعش يوقف علم، ما ينفعش يوقف معرفة. ممكن يبحث بقى في أي حاجة تاني، إنما يسيب البشر في حاله. البشر كائنات عادية جدا، كائنات ضعيفة جدا، كائنات بسيطة وكائنات حلوة وعايزة ترقص وتلعب، مش فاضية للعذراء خالص، مش فاضية. أنا مش فاضي، لو أنتوا فاضيين أنا مش فاضي، لو هم فاضيين الترابيين إحنا الأبراج النارية مش فاضيين، والأبراج الهوائية مش فاضيين، لكن العذراء فاضي، بلو طويل، بلو طويل وغتيت وغتت ودمه تقيل، محدش بيحبه، هو بس بيحب نفسه. او احيانا في ناس كده بتتص في نظرها وبتعمى، بتحبهم، ما اعرفش بيحبهم ليه صراحه، بس هو بيبقى يعني ايه، دعوه، امه دعت قالت له روح، الله يبتليك بواحده، الله يبتليك بواحده من برج العذراء. فربنا بقى بيبتليه بواحده من برج العذراء، او رجل من برج العذراء يتجوز واحده يعني، فبيكفر عن كل السيئات اللي عملتها وما عملتهاش، بتفضل عايشه معاه حياتها كلها او حياته كلها على حسب رجل او امرأة، بس بيحاول يثبت لها ان هو حلو، او بيحاول يثبت لها ان هو كده ماشي صح، وهي ولا هو ولا عاجبه، ولا عاجبه العجب ولا الصيام في رجب. وتقعد بقى عايش في الدوامة دي، طول عمرك عايش في الدوامة، طول عمرك عايش في الدوامة دي مع برج العذراء اللي عمال يطلع فيك عيب كل يوم وينتقد فيك كل يوم. والله والله لو تنام على شعر راسك ما هيعجبه، لو تنام حتى على ايديك ورجليك ولا هيعجبه شيء. لذلك يا اخواتي في الاسلام انا ادعوكم انكم تسفهوا البرج ده وتتنمروا عليه اينما وجدتموه، وادعوكم ان انتوا تعرضوه في اي شيء، يقولوا العذراء قال شر انتوا برضو قولوا غرب، العذراء يقول غرب انتوا قولوا شر، العذراء يقول صح انتوا قولوا غلط، العذراء يقول غلط انتوا قولوا صح. كل ما تعارض العذراء انت كده بخير وبسلامه وراجل محترم، كل ما تمشي ورا العذراء انت كده يعني بقيت من الخرفان اللي ماشيين ورا القطيع. انا ما احبش ان انت تكون خروف، ولا انصحك ان انت تكون خروف، وتقريبا ان انت تكون خروف امر لن يفيد، خاصة ان العذراء بين قوسين اللعين لن يتوقف عن رغبته في الطموح ان هو يكون شيخ الازهر، وان هو يكون دكتور الفقه المقارن في جامعة الازهر الشريف، وان هو يكون ناظر المدرسة الإله المثالي الكامل اللي ما فيهوش أي غلطة. وكل البشر دول فيهم غلطات وفيهم نقص في المعلومات ونقص في المصادر ونقص في المعرفة. فإذا وجدتم برج العذراء في أي مكان ولقيتوه عمال يبربر ويتفلسف ومش عاجبه العجب، سفهوه وسفهوا فيه وسفلوا فيه، بص تنمروا عليه. نعم يجوز التنمر على هذا المخلوق البيض اللي حوم السبت، يجوز لكم ان انتوا تتنمروا عليه. انا لن اتوقف ابدا في التنمر على هذا البرج خالص. يهرب بقى ما يهربش، يضيع ما يضيعش، يلغي الاشتراك ما يلغيش الاشتراك، يشتال يتحط، لن نتوقف عن التنمر والتنمر على البرج اللي ما بيعجبوش العجب ده. خلاص انت مش عاجبك حد وقاعد عمال تنتقد الكوكب كله، خلينا ننتقدك يا اخي، خلينا نتنمر عليك يا اخي، دام ان احنا مش عاجبينك وانت برضو مش عاجبنا. بصراحة حد قالك ان احنا راضيين بالكلام الزفر اللي انت بتقوله؟ حد قالك ان احنا طايقينك اصلا؟ يعني انا واحد من ضمن الناس اللي مش طايقك، بس يعني ايه، بسلك لك كده عشان بتيجي تحلل عندي وبستفاد منك، انت البرج اللي انا بستفاد منك، فعشان كده يعني بسلك لك، احيانا بمدحك شوية كده في نص الكلام بس عشان ما تزعلش، لكن الود ودي، الود ودي اطيرك من على الارض. بس هعمل ايه، مضطر ان انا اسلك شويه كده شويه كده شويه كده، بكره امدح فيكم، بكره تاني يوم اسفح فيكم، هكذا يعني حياه وماشي، شويه شد وشويه مد، شويه شد ومد، شد ومد كده. ما ينفعش نفضل نشد على طول ولا نمد على طول، لازم كده يعني حبه فوق حبه تحت، لازم نلعبكم على الحبال شويه، نلعبكم على الشناكل شويه. فيا اخوتي في الاسلام وفي الايمان، لا تحاولوا إرضاء برج العذراء أبدا خالص، ولا تهتموا للكلام التافه اللي زيه اللي هو بيقوله، خليه يقول زي ما يقول، خليه يبربر زي ما بيبربر، خليه يكتب ويزعق ويصرخ جاتهم القرف اللي صراخهم ده ما بيفيد، خليه يهبب اللي هو عايز يهبب، ولا تهتم، ولا يفرق معاك الكلام اللي هو بيقول. يقول لك انت بتنام بدري وبتصحى متأخر وما عملتش اي انجازات في حياتك وانت انسان ضايع وفاشل، قول له اه صح انا ضايع وفاشل وتافه ومليش اي لازمة في الوجود، بس انت يعني انت كده رضيت، يلا مش انجلع، يلا طص، يلا اي والله اقلب وجهك يعني.
ودف وجهك كمان بس وخلاص. يعني انت قلت اللي عندك، يعني انت قلت اللي عندك يا برج العذراء. خلاص يا اخي دف وجهك، يلا فكنا من شرك وفكنا من الانتقادات بتاعتك اللي ما بتخلصش، ومن عالم المثالية الضايع اللي انت عايش لي فيه ده، كتك القرف كده على طول. فاضيين له احنا؟ هيجي عكنا لعيشتنا ويجي ينكد علينا؟ فاضيين لك احنا؟ مش فاضيين لك والله. لذلك كل ما تيجي تتكلم يا العذراء هتلاقي في ابراج تسمع لك، هتلاقي في ابراج ما عندهاش ثقة بنفسها فبتسمع للانتقادات بتاعتك. يا اخي انا ما بحبش اسمع لانتقاداتك صراحة، وما بتفيدنيش في حاجة وعمرها ما هتغير فيها حاجة، بس يعني باختصار. ولذلك مش مهتم بصراحة في الكلام اللي انت بتقوله. والله لو تقعد تتكلم 500 سنة ولا الكلام اللي انت قلته ده نفع معايا في شيء. فلذلك محاولات ارضاء برج العذراء هي مجرد محاولات فاشلة مؤقتة لن تستمر، وهترجع ريما لعادتها القديمة. هو هيفضل كده كائن لعين، ما بيبطلش انتقادات وما بيبطلش تعديلات في الأشياء، ولن يرضى بأي شيء، ولن يتوقف عن التطوير والتحديث والاستمرارية في إنتاج الجديد. بس هو ده المطلوب منه. بس يعني المطلوب من برج العذراء ان هو يطور في التكنولوجيا، بس ده مكانته في الحياة. احنا كده ممتنين جدا لبرج العذراء ان هو يعني بيطور في التكنولوجيا، بس ده اللي احنا محتاجينه منه. غير كده لا تتدخل في نفسياتنا ولا تتدخل في سلوكياتنا يا معفن، ولا ليك علاقة احنا بننام الصبح ولا بننام بالليل ولا بننام الظهر، مالكش دعوة بينا. ننام زي ما احنا عايزين، احنا حرين، وناكل زي ما احنا عايزين، ناكل بالليل ناكل الظهر برضه احنا حرين، اللي احنا عايزين نعمله نعمله، مالكش دعوة بينا. من الآخر يعني ما لا يحق ليك تتدخل في أنشطتنا اليومية، ولا يحق ليك تتدخل في الكلام اللي احنا بنكتبه واللي احنا كتبنا كده وعملنا كده، لا يحق ليك أبدا. انت تروح تقعد في المعمل بتاع الكيمياء ولا الفيزياء، تنتج لنا أدوية وبس بس، وتطور لنا التكنولوجيا بتاعتنا الحلوة اللي احنا بنستخدمها بس وخلاص. وفي الآخر بيتكتب على ميد ان تشاينا، اللي هو ميد ان برج العذراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.